تفضل أخونا فرات. السلام عليكم حجنا الغالي. عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. السلام سيد ميثم. حجينا الغالي، أنا حقيقة أريد أقدم شكر بسيط لأبو عائشة، للشيخ أبو عائشة، ولأبو سلطان، والأخ عمار. هؤلاء خلوني أترك أنا هذا المذهب. يا الله أشكرهم جزيل الشكر. يا الله يا الله. وأنا تكلمت قبل أيام مع سيد ميثم وقلت له أنا مو قصدي التشيع، أنا لا أريد أن أتشيع حاليا. يا أبو مو هذا هي وقت خير، قل أفرحني وأنا بكربلة، ليش ما تريد؟ حجينا الغالي خل أفرحه وخلي الأخوة يكتبون عاجل، يعني خير الله ساقه لي، ليش تحرمني؟ تفضل. ما يخالف ما يخالف حجينا، عندي إشكالات بعدها ما محلولة. الله الله يحفظك. خال الشيعة الإمامية في أسفل القائمة، أخلي أخلص من الباقين يلا أوصل لكم إن شاء الله. أنا متوقف الآن إلى الإمام زين العابدين بن علي سلام الله عليه. فأني أريد أقدم شكر جزيل لأبو عائشة، بالذات الشيخ أبو عائشة، يعني حقيقة صدمني. أنا عمري 53 سنة. نعم. أنا كنت أرسم لهؤلاء الصحابة فد إطار رائع، يعني وصورة جميلة جدا. مستحيل، قلت هذولا يعني ممكن اللي يتكلمون بالشيعة واللي يتحدثون به، مستحيل. هؤلاء كانوا ملاصقين للنبي، قاتلوا مع النبي، وقفوا مع النبي، نصروا النبي، من بعد النبي فتحوا هاي البلاد الإسلامية بالكامل. أنا حقيقة من الأعظمية، فإحنا قريبين جدا، بيناتنا جسر بيننا وبين بين الكاظمية، فعلاقاتنا قريبة، أصدقاء. وأقولها ليش يحجون هيك على الصحابة، يعني ما يجوز هذا الكلام. وإذا في أصدم بعد 53 سنة، أنا يعني كنت مو لا متدين ولا شيء من قبل، يعني ما داخل في الدين خلينا نقول، وإذا بي أصدم بأبو عائشة معقولة؟ يعني معقولة يوجد ناس الآن يدعون أنهم من أهل السنة يقدحون بعلي اللي هو صحابي من الصحابة، وهم يقولون ما يصير نعتدي على الصحابة ولا نخطأ في حقهم، يعتدون على علي بن أبي طالب اللي هو فوق الصحابة، المفروض هو آل البيت. هذول الخمسة أهل الكساء، هذول أعلى مرتبة من جميع الناس، نقطة راسة. الله أكبر الله أكبر. وأنا معقود قلبي على حب هؤلاء وحب الصحابة، وإذا بهم يطعنون بهؤلاء لأجل أن يبرئوا ساحة الصحابة. الصحابة غير معصومين، وأنا تحدثت مع السيد حول العصمة، لكن القرآن يثبت لي عصمة هؤلاء، والنبي يلاصقهم. أنا كنت مغشوش ليل نهار أصيح كتاب الله وسنتي، وإذا به حديث ضعيف ليس له أصل، وإذا بمسلم ينقل كتاب الله وعترتي. هذا الذي حولني. أبو عائشة في كل لقاء معكم يتحول من موضوع البحث إلى علي، ويبدأ بعملية يعني طرد علي كأنه من مجموع المفضلين عند الصحابة، يطردهم من هاي الخانة ويعلي مكان ناس اكتشفت أنهم سرقوا المحل والمكان الذي خصصه الله ورسوله لهذا الشخص. أخونا فرات، أكرر شكري للسيد ميثم أيضا لأنه طول خلق وياي. أخي حتى في الدفن يعني طلب الحسين أن يدفن جوار جده ومنعت السلطة ذلك، فالسلطة حتى منعت السلطة، يعني تضع من يريد أمام عند جنب قبر الرسول وتمنع أهل البيت من ذلك. حاج وعد طلب كيف نوصل هاي الرسالة لهم. نعم. بمحبة وبدون ضغينة. أغلب الناس السنة إحنا ما نعرف من الحقائق شيء، نستمع دائما إلى التلفزيون أو شيخ الجامع الموجود في يعني في المنطقة.
ما نكثر من هذا، اكثر من هذا ماكو. لا اخواني اخواني انتبهوا بس لحظه لحظه اخونا فرات لحظه. يا ايها الشيعة، يا ايها الشيعة، والله انا اكلمكم من جوار الحسين عليه السلام، وكثير من الاخوة يوقفونني يعني من محبتهم يسلمون علي ويشهد الله، والان الاخوة اللي سلموا علي مباشرة اليوم وامس بالضبط كلام الأخ الفرات وكلام الأخوة، صدقوني يا أخوة من أمثال الأخ فرات الطيب وطايل، والله يملؤون الدنيا، ولكن فقط يحتاجون إلى تعريف، يحتاجون أن تظهروا لهم الحقائق بالكلمة الطيبة. والله يا أخواني شوف الآن الأخ فرات ركز على نقطة مهمة جدا، انتبهوا. يقول لك إنه الأخ أبو عائشة، الشيخ أبو عائشة الشيخ عبد العزيز، يقول لك كل مسألة، ويعرف هذه المسألة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فأنا ذهلت، سني، أنا سني ذهلت كيف هؤلاء ينظرون هذه النظرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام. إلا أن أذكر الأخ طايل أيضا قال وصلت مرحلتها، خلاص أريد أن أعلنها. فكم طايل خلف الكاميرا وكم فرات خلف الكاميرا يبحثون عن الحقائق، أبل كلمات النابي نصد هؤلاء، أبل الشتيمة نفهم هؤلاء، أم بالقلب الواسع والكلمة الطيبة وبأخلاق محمد وآل محمد؟ بفضل أبو سلطان كنا جاهلين، الآن البثوث التي تحدث الآن والمناقشات هي التي أوضحت كل شيء. حقيقة لم أجد، أنا قلت السيد ميثم، لم أجد كذبة واحدة للسيد ميثم أو حاج وعد خلال سنتين، لم أجد كذبة واحدة. أنا عقدت القلب على علي بن أبي طالب بعد انتهى نقطة على السطر، وأقول لكم بيتين شعر. ذكر علي بأنه كان جالس ليل نهار في بيته وما يشتغل، وأريد أذكر بيتين شعر ولو زحمة عليك ممكن؟ فضل. علي جميع الخلق دون ركابه، إذا كبكبت أرض دحاها بخاطري، بأحمد مكنون وبالله واسع وفي الغيب مأمون على كل حاضري. علي عروة الوثقة وآية الدين، علي بيبان جنة وعلي المفتاح، علي قبل الخليقة وقبل الأرواح، علي الوضاح ما يحتاج إيضاح، علي السكة ابن ود من حشا وصاح، علي بيطلقة الكعبة وبالسما فراح، علي لو مو علي كان السما لاح. شكرا حجينا الغالي، الله يطيب.